السيلندر هيبقى سيم باور.
ده السؤال بتاعك اللي مش قادر استوعبيه. طب ان انا اغير العلامه بتاعت السلندر بس السيستم كهول هو هو. تمام؟ بص سيمبل ترانسبوزيشن اوف ذا سلندر از اوفن نيسيسري وين ذا اكزامينر ويش تو كومبير دي بريزنت ريفراكشن ويز بريفيوس بريسكريبشن. يعني ايه؟ يعني اقول لك حاجه، ساعات انا مثلا ايه بكتب العام ماينس سلندر والاوتوريف بتاعي كان مظبوط على بلس سلندر، يروح الاوتوريف يطلع لي ارقام غير اللي انا شايفها في النظاره القديمه بتاعت البيشنت. يعني انا عندي الهيستوري بتاع البيشنت بتاعي ببقى كاتبه في الكارت بتاعه، يلاقي ورقه الاوتوريف طالعه بارقام غريبه الشكل على اللي انا عارفها دي. تمام؟ اكتشف ان انا السلندر عكس الاشاره، اروح معدلها الاقي ان العام ده ما زادش ربع مثلا او هي نفس النظاره. فاهم ازاي؟ فدي الفكره انك انت بتبقى عايز تعمل كومبارزون مع بريسكريبشن سابق موجود معاك، عايز تعمل كومبارزون معاه. لما بتلاقي السلندر عكس الاشاره بتلاقي الموضوع مختلف تماما، ما بتقدرش عينك تلمح الريفراكشن ده بسرعه. تمام؟ طيب تعال نشوف. بص القصه دي يس حالا عارف لو اديتيني فرصه اهو الاكزامبل جاي اي حال. بص احنا بنعمل ايه؟ زي ما قلنا احنا ممكن نعمل دي بثلاثه ستيبس. اولا نجمع السفير على السلندر جمع جبري. تمام؟ وننزل الكلام ده في السفير. بعد كده اعكس الاشاره بتاعت السلندر واعكس الاكس بتاعه. لو انا اقل من 90 ازود 90، لو انا اعلى من 90 اقلل 90 منه. تمام؟ اهو تعالى نشوف بقى الكلام ده في الستبس بتاعي. اهو يا ستي عشان ما تزعليش. ادي عيان عندنا عنده سفير ناقص 2 سلندر ناقص 3 في اكسس 90. خلاص؟ ممكن نفس العيان ده اكتبها له بطريقه ثانيه. تمام؟ ازاي بقى؟ اهو تعالوا بقى نطبق الستبس. اجمع الاثنين دول جبري. هتبقى ماينس 5 برافو. تمام؟ نزل دي بعكس اشارتها. هتبقى بلس 3. تمام؟ نزل دي عمودي عليها اللي هي 180. خدت بالك ازاي؟ ها؟ مفيش ذا ولا حاجه، هو النضاره هيرجعها في الاخر للفورم الاولاني اللي احنا عارفينه وهيعمل النضاره زي ما هو عايز تورك لتر. ساعات ممكن الناس لا هقول لك ايه، وانت ساعات وانت بتشتغل مع العيان بتاعك وانت بتشتغل مع العيان بتاعك لا احنا كده هنلبس منسكس فورم. انا ما بتكلمش على كده، انا ساعات وانا بعمل العيان ساعات تلبسه النضاره دي تلاقيه شايف حلو قوي، ساعات تلبسه يقول لك لا مش شايف. خد بالك ازاي؟ تملي احنا بنحب نشتغل بالماينس سلندر. الماينس سلندر بتدي كواليتي اوف فيجن اعلى. احلى من البلس سلندر. انا البلس اللي عارفه بلس 30. خدت بالك ازاي؟ وبتعمل اليمنيشن في الصوره كده وتكبر الصوره كبير خفيف كده العيال ما بقاش مرتاح لها تملي. فتملي معظم شغلنا تملي بيبقى بالماينس ايه؟ سلندر. انما زي ما بقول لك انا عندي عيان، يعني بص انا لما الاقي عيان ايه؟ مقاسه طلع كده ومقاس نظارته القديم كده انا هتلخبط بيني وبينها. مش عارف ايه ده؟ الاطلاق ده ايه التغيير ده؟ ده مايوك شيفت. ده هو مش مايوك شيفت ولا حاجه، ده هي نفس النضاره. واخد بالك ازاي؟ ده هي نفس الباور. انا كده احس ان عنده مايوك شيفت. بس لما الاقي ان السلندر قلبت بالمنظر ده كده لا يبقى ده ترانسبوزيشن بس. فانا لو عايز اقارن دي بالمقاسات دي اروح انا عامل دي ترانسبوزيشن اعرف اقارن، ممكن تلاقي مفيش فرق بينهم هي. تمام؟ فدي مهمه جدا زي ما بقول لك. بص بنعملها بقى زي ما قلنا تاني بنرجعها مع بعض. سميشن الجبريك اديشن اوف سفير اند سلندر بيدي نيو باور سفير، وبعدين الساين تشينج بتاعت السلندر ونفس النيوميركال باور. تمام؟ الاكسس روتيت الاكسس اوف ذا سلندر 90 درجه. اد 90 للاوريجنال اكس لو كان اقل من 90 او سبتراكت 90 اذا كان 90 او اكتر. تطرح منه 90. تمام؟ هي دي القصه. ادي سمبل ترانسبوزيشن. انا اديك اكزامبل تاني. يلا ناخد اكزامبل تاني اهو. زائد 2 مع زائد 3 في 70 يعمل لها ترانسبوزيشن. ها؟ اهو هتبقى بلس 5 مع ماينس 3 اكسس كام؟ 160. ده هل ده معناه ان الهايبر متروبيا زادت؟ لا، يبقى هو ده عشان كده زي ما بقول لك انا لو عايز اقارن ده بنظارته القديمه لازم ارجع له الفورم بتاع نظارته القديمه. فدي بسرعه تلحقك في حاله زي كده. الاكسس البربنديكولار على الاساس صح؟ بالظبط على الاكسس. طبعا انا عايز اقول لك دلوقتي حاجه، انت بحركه زرار في الاوتوريف بتعمل دي اللي هو بلس وماينس سلندر. يعني في زرار كده في الاوتوريف يقول لك ايه عايزه ميكسد
ولا عايزه بلس سلندر تملي ولا ماينس سلندر تملي؟ ميكس ده مره اكتبها لك كده ومره كده، يعني وانت شغال يلعبك في الاثنين في الاتجاه، مره اكتبها لك بلس سلندر ومره اكتبها لك ماينس سلندر ومره اعمل لك ايكويفلنت حاجات كده. انما لما تقول انا باستمرار بحب اشتغل ماينس سلندر، خلي الزرار ناحيه الماينس على طول تطلع السلندر بتاعتك ماينس، او خليها ناحيه البلس. ساعات انت بقى ايه زي ما بقول لك، العيان اصلا وانت بتقيس له نضارته على الاوتو على اللينس ميتر كان مطلعها لك كلها في البلسات كده، وجيت انت شغال ماينس سلندر فطلعت لك ارقام ثانيه خالص، بسرعه عينك مش عارفه تاخد اذا كانت هي نفس النضاره ولا مختلفه. روح حرك الزرار، الجهاز نفسه هيعمل لك الترانسلوشن ده وانت في ثانيه هيعملها لك، وروح طبعا. انا ساعات اعمل كده، يعني ساعات افاجئ ان الرقم من نظاره العيان مش هو نفس الرقم اللي مكتوب عندي في الاوتو ريف او الطريقه في الاوتو ريف، اروح عاكس الاشاره بتاعت الاوتو ريف واروح عامل ريبرنت تاني عشان احطه في الورقه، ابقى عارف العيان ده بيتطور ماشي ازاي صح ولا لا. فهي دي الحركه. انما هي كلها، انا عايز اقول لك حاجه، السيلف ترانسلوشن ده كله سيستم واحد. تعالى ناخد اكزامبل تاني يلا. ماينس 2 بلس 6 اكسس، اطرح 90، ما دام فوق ال 90 اطرح 90. فهمت ازاي؟ لو اقل من 90 اجمع 90، فوق ال 90 اطرح 90، يبقى لما اطرح 90 من 130 تطلع كام؟ 40. تمام؟ يس. حد من ماينس سلندر ده الشغل في الريفراكشن لما انا بعمل كده. لا مالناش دعوه بالاكس، انا مالي بالاكس، الاكس ده مطلوع عندي، انا مالي الاكس 45 50 70، انا ماليش دعوه. مفيش حاجه بتديك يكون 90 افضل او اقرب ل 90. بص كل ما تبقى في البرتكال ده يقول له يبقى احسن، بس انا مش بتحكم فيه. افرض واحد اكس 60 اقول له تعالى ناحيه 90 احسن؟ لا مش لا، بس لو انت عايز 90 60 بقى و 180 او 90 و180 خليه باكس 90 احسن. خدت بالك ازاي؟ دي حاجه هنقولها دي بس لما ناخد الترايل مع بعض، بعد ما ناخد الريتنوسكوب والترايل هنبقى نتكلم في الحته دي شويه. انت عارف القاعده دي بتطبقها وايه السلندر طالع لي بلس اور ماينس؟ ما تفرقش حاجه، انت عايز تغيري الفورم بس بتاع السلندر، عايز تغيري شرط السلندر بس عشان تشوفي المقاس اللي سالق تقدري تقارني بيه بس. نو واي. تمام؟ استاذ يا كرم بقى نصحى بقى لفضلكم وفوق كده ونبهوى عشان الحته دي صعبه شويه. ها صدقوني انا ولا زيكم، انا عانيت فيها ولا زيكم، فانا حاولت ابسطها قوي عشان ما تعانوش المعاناه اللي انا عانيتها واتبهدلتها وانا صغير زيكم. تمام؟ فمن فضلكم كده واحده واحده، اي ستيب عايز تقف فيها من فضلك قول لي، ما تتكسفش، كلنا كنا متعقدين في عشرتنا من موضوع التورك ترانسبوزيشن ده. تمام؟ ببساطه شديده جدا، موضوع بسيط وسهل ورول هنطبقها وهتلاقي الامور ماشيه بسهوله جدا. بص التورك ترانسبوزيشن معناه ايه بقى؟ It is the alteration of the combination of spherical and cylindrical lenses into toric lens for best correction of astigmatism. عايز اقول لك حاجة، احنا لما بنيجي نتكلم او لما اتكلمنا فاكر على التوريك لينس، قلنا التوريك لينس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن عدسة ليها سطح سفيريكال والسطح التاني توريك، اللي هو ليه تو كيرفتشرز عموديين على بعض وبينهم زاوية 90 زي ما اتفقنا، ودي بتدي باور ودي بتدي باور تانية، والباور اللي بتوين جراديو ولا ايه؟ بس ده على وان سيرفيس. تمام؟ فاحنا لو عايزين نغير العدسة بتاعتنا اللي مكتوبة بطريقة معينة بحيث ان احنا نلعب في البيس كيرف اللي هو بيبقى ناحية العين ده، ممكن نقدر نعمل الكلام ده بالتورك ترانسبوزيشن. هنعرف الكلام ده ماشي ازاي؟ برضه لما ناخد اكزامبلز عددية هتلاقي الكلام ده بقى سهل. بص بيقول لك ايه؟ توريك ترانسبوزيشن كاريز ذا بروسيس وان ستيب فيردر، اللي هي بعد السيمبل ترانسبوزيشن هناخدها وان ستيب فيردر، اند انيبلز توريك استيغماتيك لينز تو بي اكزاكتلي ديفايند ذا تيرمز اوف ذا سيرفيس باور. يعني بيخليك ايه؟ البريسكريبشن اللي انت كاتبها في الورقه بتاعتك دي تقدر تحولها الى توريك لينز. انت كاتب بريسكريبشن والبريسكريبشن دي هتتعمل نضاره على بيس كيرف معينه النضارات دي هيعملها، فانت بتحول المنظر اللي مكتوب قدامك كسيمبل فورم ده الى اكتوال توريك فورم. دي معنى توريك ترانسبوزيشن. برضه مازال الكلام صعب. التوريك استيغماتيك لينز از ميد، بص بقى بيقول لك ايه؟ التوريك استيغماتيك لينز از ميد وذ وان سفيريكال سيرفيس. في سيرفيس ما بيتلعبش فيه. ده اسمه ايه؟ سفيريكال سيرفيس. اند وان توريك سيرفيس. ذا ليتر contributing the cylindrical power. الاخير ده بيشيل السلندريكال باور. تمام؟ يبقى في عندي سيرفيس بيبقى سفير تماما، السيرفيس التاني هو اللي بنعمل فيه
الباورات. عايز اقول لك ان في مثلا في الكونتاكت لينسز انا في بعض الحالات اشتغلها اللي هي الهارد لينسز بالذات، ساعات بطلب فرونت تورك ساعات اطلب باك تورك، موستلي بيعملوها لي فرونت تورك لان ده بيبقى اسهل لهم في الصناعه. فرونت تورك ده اسهل، هو بيعمل لي الباك سيرفيس سموث ويعمل لي اللعب في السلندرز فين على الانتيريور سيرفيس، تمام. بس هي الكومباينيشن واحده، اللي عندك سيرفيس سفير الباورات كلها قد بعضها في السيرفيس ده، السيرفيس الثاني بيبقى الباورات فيه مختلفه، تمام. حتى ده كان بيتقاس زي ما اتفقنا بالجنيفا، ايه الجنيفا لينس ميجر اللي هو بتاعت الجنيفا دي لينس ميجر اللي رئيسه بيها الرسول، تمام. اهو ادي معنى كلمه تورك. في عندنا سطح موجود قدام، خدت بالك، السطح الخلفي ده يبقى فيه تو باورز فيرتيكال وهوريزونتال باور، تمام. في ميريديان ويز ماكسيمم كيرفتشر وفي ميريديان ويز مينيمم كيرفتشر، تمام. اهو طيب بص بقى، ذا برنسبل ميريديان of a weaker power هو ده اللي هنسميه البيس كيرف. خلي بالك بقى عشان هنستخدم الكلمه دي كتير بعد كده، عايزين نعرف تعريف كلمه بيس كيرف اللي هو بيقول لي عليها دي. بيس كيرف مش السفير بس او السلندر بس، لا، ده اصغر واحد في السلندرز بتاعتنا هو ده اللي هنسميه البيس كيرف، تمام. ذا برنسبل ميريديان، ذا برنسبل ميريديان، ما بص مش ده او كان بنسميه ايه البرنسبل ميريديانز اللي هي الميريديانز دي ادي واحد وادي الثاني، خدت بالك، الاقل في الباور ذا برنسبل ميريديان اوف ا ويكر باور اوف ذا توريك سيرفيس، اضعف واحد في التوريك سيرفيس ده اللي هنسميه البيس كيرف اوف ذا لينس، ده هنقول عليه البيس كيرف. يبقى خلي بالك البيس كيرف تعريفه ايه؟ تاني اصغر البرنسبل ميريديان اوف ا ويكر باور على التوريك سيرفيس، ده اللي هنسميه بيس كيرف. The base curve must be specified if toric transposition of the lens prescription is required with base curve minus 6 third. يعني لازم تبقى انت محدد لنا كده بالظبط، تقول لي انا عايز base curve ناقص 6 ديوت، تمام؟ لازم يبقى specified كده. The toric formula is written in two lines as a fraction. التوريك فورمولا بقى هتحط خط وتحط denominator ونومينيتور، يعني هنحط اثنين فوق بعض زي كسر اعتيادي كده. The top line اللي هو النومينيتور بتاعنا specify the surface power of the spherical surface اللي هو ما فيهوش توريك باور، اللي فوق ده السطح للسفيريكال، خلاص. الفراكشن اللي هنكتبه اللي فوق ده بيبقى السطح للسفيريكال، الباور بتاعت السطح للسفيريكال، تمام. طيب ما فيهوش باور، ما فيهوش بريديانز، قصدك بقى ما فيهوش بريديانز، هي كده الباور بس ما فيهوش بريديانز لان ده سطح سفيريكال، خلاص، تمام. البوتوم بقى هيتقسم اثنين، لان انا في السطح التوريك عندي كام باور؟ اثنين سفير، اثنين سلندرز، ده انا تقريبا اثنين سلندرز، مش اثنين سلندرز بريديان كده وبريديان عمودي عليه، صح، والاثنين مش نفس الباور، تمام. البوتوم بقى لاين اللي هو الدينومينيتور ديفاينز ذا سيرفيس باور اند اكسس اوف ذا بيس كيرف، الاول اكتب البيس كيرف الاول والاكسس بتاعه، تمام، followed by the surface power and the axis of the other principal meridian of the toric surface اللي هو العمودي عليه. يعني ده معناه ايه؟ ان احنا هنكتب فوق السفير، تحت هنكتب اثنين سلندرز باثنين meridians عموديين على بعض. توريك سيرفس بالظبط. خلاص؟ اتفقنا؟ الفورمولا هتبقى كده، فوق هنكتب السفير اللي هتتعمل عليه النضاره دي. هنكتب اثنين سلندرز عموديين على بعض، يعني لو ده كان اكس 180 تاني لازم يكون اكس ايه 90 وهكذا. بالظبط، اللي هي المينيمم باور والماكسيمم باور. بالظبط، وبريديان التاني، صح كده، انت دي نقطة اهو. ماشي؟ ماشي. خلي بالكم لان احنا في الاخر هنعمل مسائل. وانتوا اللي هتحلوها. وانا ماليش دعوة. تمام؟ طيب. ممكن ايه؟ طبعا ده انا بقول لك ده سؤال اساسي، ده لو ما تعديوش في الام سي كيو هيجيلك في الشفا، ده سؤال لازم يروح يديكي ورقه كده ويقول لك اعمل لنا العدسه دي ترانسبوزيشن تورك على بيس كيرف كذا، تمام. بص اول حاجه نعملها ايه؟ بص بيقول لك ايه؟ اعمل لنا ايه النضاره دي، هو راح مديك نضاره مقاس نضاره، هو بيقول لك زائد واحد مع زائد اثنين اكسس 90، ده مقاس النضاره اللي انت كاتبه، مش ده صح يا اخوانا؟ مش ده
متوازن وده اللي احنا كاتبينه، زائد واحد مع زائد اتنين سلندر في اكسس 90. تعمل الليله دي تورك ترانسبوزيشن بديس كيرف ناقص 6 دايود. ثانية واحدة القصة ماشية ازاي؟ المسألة هتيجي كده. أنا بوديك المسألة هتتسألها ازاي؟ هيديك مقاس نضارة زي كده. سفير وسلندر واكسس. وبعدين يقول لك ايه؟ اعمل لي دي على ديس كيرف ماينس 6 دايود. خلي بالك رقم الديس كيرف ده أي رقم وأي سايد. ده شغل صناعة النظارات، انت ماليش دعوة بيه، ده شغل صناعة النظارات. بس ده معناه ايه؟ ان انا هحول كشف النظارة بتاعي الى الباورز بتاعت السيرفيسيز بتاعت النظارة بتاعتي، يعني بدل ما هي ورقة كده سفير وسلندر واكسس وبتاع، هحولها الى باورات في الازاز النظارة بتاعتي، ده كيلو سيرفيس الباور قد ايه، بوستيريو سيرفيس باور قد ايه، في المريديان ده وفي المريديان ده، فترجم دي الى باورات في النظارة بتاعتي. المسألة كده. هيديك كشف نظارة وهيقول لك اعمل لي النظارة دي على ديس كيرف ناقص 6. ده اسمه توريك ترانسبوزيشن. خلاص؟ نمرة واحد. تعمل سيمبل ترانسبوزيشن ليه؟ عشان لازم السلندر ده بشرطه تبقى زي ده. اهو. بص دي معناها ايه؟ بص بقى خلينا بقى نرجع دي الى اصولها. فاكرين الحركة دي؟ فاكرين دي لما خدناها في النظارات في الاول؟ بص المريديان ده محتاج زائد واحد دايود عشان يجي من هنا لهنا، وده كان اكس 180. المريديان ده محتاج زائد ثلاثة دايود، ده نوع من الاستجماتيزم اساسي. ده سيمبل برضه جزء ليكم. لا ده سيمبل كومباوند، ما ده كومباوند، ما في واحد الاثنين بره الريتنا يبقى ده كومباوند، والاثنين في نفس الدايركشن. تمام؟ يبقى ده كومباوند هايبر متروبيك استجماتيزم. خلاص؟ طيب لما جينا عملنا النظارة قلنا ايه؟ وده لو حطينا واحد سفير هيجيب ده هل ده سيمبل. خلاص؟ هيبقى فاضل كام عشان دي تيجي؟ اتنين في الاكس العمودي على ده. بقت المسألة اهي زائد واحد مع زائد اتنين في اكسس كام؟ 90. يبقى دي ترجمة المسألة اللي احنا شفناها قبل كده. خلي بالك دي الباورات بتاعت المريض. لا ده معناه ايه؟ لما يجيلي نظارة كده برضه تشغل دماغك في القصة دي. لما يكون عندك عدسة زائد واحد مع زائد اثنين في اكسس 90، يبقى انت عندك المريديان قوتها كام اصلا؟ المريديان زي قوتها كام؟ مش قوتها واحد واثنين. لان واحد دي شغالة في تروسكي اكس. فانت عندك المريديان قوته واحد والمريديان الثاني قوته واحد زائد اثنين دي. يبقى عشان كده ميزه ده قوته 3، ده انا عايز اتخيله. فهي اللي بقى الحدوته دي، ده السفير ده بيشتغل في تراستي ماكس. يعني كل المريجنس. ده سفير. سفير يعني كل المريجنس. يبقى ده بيشتغل في مريجن اه والعمود عليه لا. ده ماكس التاني هو زي فاهم؟ فدلوقتي معناه ايه؟ ان انا عندي مريجن قوته واحد. المريجن الثاني مش قوته 2. الدورية التانية كله كام؟ 3. ايوه بالظبط. لان هي مش دي اصل المسألة دي؟ مش هي دي اصل المسألة دي؟ خدت بالك؟ بس احنا بنكتبها كده. احنا لا هنرجعها لها كده عشان نعرف النظارة هتتحط كده تتعمل ازاي دي. يعني المريديان بلس 2 والمريديان 3 بلس 3. ايوه بالظبط كده. مع انها مكتوبة واحد مع 2 اكسس 90، بس هي مش اصلا كده. ده هي واحد مع 3، مريديان كوت واحد مريديان كوت 3. خلاص؟ بس المريديان ال 90 او 180 هيبقى 4 بلس 3 بالظبط، اللي هو المريديان اللي هو فوق اللي هو الاكس 180 اللي هو فوق ده. لا مفيش ولا مريديان بلس 4، صح كده؟ تمام؟ طيب بص بقى، بص اهو النضاره دي هتلاقيها طالعه كده زائد 9 دايوبتر مع ناقص 6 اكسس 90 على ناقص 8 دايوبتر. خدت بالك؟ خلي بالك ايه بقى؟ بص دي دايوبتر سفير ودي دايوبتر سلندر ودي في اكسس 90 دي في اكسس كام؟ 180. طب بص لما تجمع السفير ده مع دي يطلعوا كام؟ زائد 3. ولما تجمع دي مع دي يطلعوا كام؟ بلس 1. ها؟ لما تجمع دي السفير مع السلندر ده تطلع بريد ده قوته 1. وما تجمع دي مع دي تطلع قوته 3. مش هي دي اصل المساله؟ صح ولا غلط؟ ايوه. ده عايزين بقى نعرف ازاي نكتب النضاره بالشكل ده. ايه
بقى ما يعني دي احنا عشان حسبناها كده بالطريقه البلدي، انا بس حطيت لك بلدي كده عشان افهمك انت ماشيين ازاي. حضرتك خدت الماينس 6000 ده البيسكيب بتاعنا. ايوه اه ده البيسكيب اللي هو طلب اللي هو اصغر واحد فيهم في الباور في النرف، اصغر واحد في النمبر ده ماكس 90. ازاي دي بقى جت كده مظبوطه كده؟ الاصغر مش مظبوط يعني اكتر ماينس الاصغر لا نمبر نمبر الاصغر نيوميريكال. يس بص اهي تاني بفكرك ان لما كانوا محتاجين باور 1 دايوبتر ومحتاجين 3 دايوبتر النضاره كانت جايه لنا مكتوبه كده، وهو قال لي اعملها في اكسس في دي سكيرف كام؟ ناقص 6. تمام؟ طيب لما كتبت النضاره اتكتبت بالتوريك فورمولا بالشكل ده. تمام؟ اهي ايه بقى؟ اللي فوق دي ايه؟ The surface power of the spherical surface. ما عاوزين بقى الايه؟ الفراكشن ده بيكتب ايه؟ اللي تحتيه بقى ايه؟ ها the surface power and the axis of the base curve ووراه the surface power and axis بتاعت الاذر برنسبل بريج. عشان كده دي كانت دايوبتر ايه؟ سيلندر ودي دايوبتر سيلندر لما دي كانت دايوبتر سفير. طب ده الفراكشن. الفراكشن هيكتب كده. الفراكشن هيكتب كده. خلاص؟ طيب احنا بس انا بواخدك على الستبس واحده واحده عشان في الاخر لما تيجي القانون يبقى قانون سهل ويتركب على اي مساله ما تبقاش فيها مشكله خالص. بس انا بحاول افهمك البوزيشنز دي جايه ازاي. بس حضرتك هو اللي في الاكسس 180 هو اكشوال اللي كل ميريدينز ما عدا 90، بس احنا بنتاك رول كده. لا ما احنا عندنا في ماكسيمم باور ومينيمم باور، والباور ان بتوين المكنه بتعملها جراديوال تشيك. اه تمام؟ طب لو السيلد رانج والماينس مع السيلد تشيك اعمل اللي انت عايزه. احنا هنعرف دلوقتي الرولز. في رولز عشان احنا مش عايزين نحسبها بلدي، عايزين نحسبها رولز بعد كده. خلاص؟ عايزين يبقى في قانون طق 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 اربع ستيبس نروح عاملين سيرفر ترانسبوزيشن ده والتوريك ترانسبوزيشن وخلص الليله دي. تمام؟ بص العدسه التوريك زي ما اتفقنا واحده واحده كده ليها تو سيرفيسز، سيرفيس قلنا سفير وسيرفيس ايه؟ توريك اهي. بص دي لو عملنا السيرفيس الخارجي بقوه زائد 9 هنعمل السيرفيسز التانيين بقوه كام؟ ميريديان ناقص 6 وميريديان التاني ناقص 8. صح؟ مش هي دي النضاره بتاعتنا اللي كنا لسه بنتكلم فيها؟ هيبقى في واحد ميريديان قوته 3 والتاني قوته ايه؟ 1 اللي هي النضاره اللي كانت 1 مع 2 في اكسس مش عارف كام. صح؟ هي هتتعمل كده النضارات دي هيدخلها تتعمل كده توريك لينس بالشكل ده. خلاص؟ لا هو ده اللي بره خالص ده انت عارفه دي زي قلت لك بتيجي زي طبق الفنجان زي الطبق عارفه طبعا مفيش طبق بصي زي الطبق كده اهي عامله زي كده. تمام؟ في سيرفس خارجي وفي سيرفس داخلي بس السيرفس الداخلي هنا كيرف غير هنا. في كيرف واحد في سيرفس ليه كيرف واحد بس انما السيرفس الثاني لازم يبقى ليه كيرفين. اه هي دي بقى زي ما قلت لك دي ايه؟ دي الازازه اللي عند النضارات اللي يقول عليها البلانكا اللي هي البلانكا يعني عدسه كروت. تمام؟ عاده البلانكا بتيجي مخروطه في وان سيرفس يعني عاده البلانكات بيقولوا ايه مثلا انت عايزه نضاره هو حاسس انها بتتعمل على سكيل 9 تبقى كويسه بالجداول اللي احنا قلناها في شكل بيرفورمنس كبير ولحد ايوه اللي احنا قلناها ما ده انا لسه بقوله حسب الجداول دي هو حاسس ان دي بتتعمل بيست فورم بيست كيرف مثلا 7 او بيست كيرف 6 ايا كان. خلاص يروح مطلع بلانكا اوريدي وان سيرفيس معمول فيها 9 المخرطه بقى تعمل له دول ده بقى اللي هيدخلها المخرطه تعمل له البيس كيرف ده فين وباور كام والبيس كيرف ده فين باور كام هو بقى بيلعب بلعبه ترانسفوجن دي بسهوله قوي. لا ده سيرفيس واحد الاثنين اللي فوق دول على سيرفيس واحد السيرفيس الثاني ده كله سفير. خلاص انا ماشي معاك وابتدى تاتا واحده واحده عشان الحته دي زي بقول لك صعبه. دكتور انا تقريبا ما عملتش بوزيشن ولا حاجه بتاعت الجواب مش كده نفس ال نفس النيجاتيف يعني مثلا البيس نعم كده الارقام هتختلف ولا ايه؟ لا لا ولا اختلف ولا حاجه بس احنا هنعمل اهو بص اهي لو احنا جمعناها بقى كده اهي تعالى بقى بص نشوف القصه دي هتمشي معانا ازاي هتتكتب معانا ازاي الستبس بقى اهي نفهم بقى كده ومخمخ ونركز. تمام؟ دكتور انت زعلانه من حاجه؟ تعبانه؟ ايه؟ متجاوبه؟ شور؟ انت احنا نشرب عايز قهوه شاي نسكافيه اي حاجه؟
ها ماشي بتسيبين بقى تعمليين ده زي واحده بقى واحده عايزين نعمل ستيبس لان دي هتعملها في ثانيه في الامتحان. ما هو الامتحان ليه السؤال ده ليه دقيقه وهوريك السؤال دلوقتي اللي جه في الموك اكزام اللي فات هوريكم دلوقتي حاجه. بص الستيبس نمره واحد اعمل ترانسبوزيشن سيمبل زي ما الراجل ده عايز يعمل ترانسبوزيشن سيمبل بحيث يخلي ايه الفيس كيرف اللي هو مديهولي نفس العلامه بتاعت السلندر خلاص اهي ترانسبوز ده جيف ا بريسكريبشن تو وان هافينج ا سلندر اوف ذا سيم سايز از ذا فيس كيرف ويتش از تو بي يوزد ده سيمبل ترانسبوزيشن. يعني سيمبل ترانسبوزيشن اعمله بس لو الساين اوبوزيت بالظبط زي المساله اللي تاني هو قال لي ايه اوكي لو نيجاتيف نيجاتيف خلاص ده واحده بوزيتيف نيجاتيف اعملها اكتر ترانسبوزيشن خلاص هديك اكزامبل عدد حاد دلوقتي هديك اكزامبل عدد حاد ده سيركل سيرفيس ده از جيفن باي سبتراكتنج ذا بيس كيرف باور فروم ذا سفير بتاع ستيب 1 خلاص هنترحب منه البيس كيرف اللي هو مديهولنا هنترحب من السفير بتاع الستيب 1 تمام. This is written as the nominator of the fraction. اهو. السفيريكال سيرفيس ده الفراكشن اللي هنكتبه. تمام؟ النومينيتور بتاعه هيكون اللي هو السفيريكال سيرفيس. خلاص؟ ده عبارة عن ايه؟ السفير. السفير دي بعد ترانسبوزيشن اللي هي طلعت لي بعد ما عملت سيمبل ترانسبوزيشن. لو هعمل سيمبل ترانسبوزيشن. لو عملت. لو لكن لو هم لو ما عملتش خلاص هيبقى ده السفير اللي هستخدمه على طول. ده اخر سفير اللي هستخدمه موجود عندي في البريسكريبشن. خلاص؟ هطرح منه ناقص البيس كيرف بار اللي هو مديهالي. خلي بالك بقى ان دي ناقص قد تكون ناقص ناقص. او ناقص زائد. ها؟ خلي بالك بقى من الجبر هنا. نعملها رياضيا عادي. ايوه بالظبط كده خلاص. المهم هي ماينس البيس كيرف. ايا كان البيس كيرف اللي هو مديهولي. خلاص؟ ايا كان البيس كيرف اللي هو مديهولي. بص طيب بعد كده. فيكس ذا سلندر سلندريكال بيس كيرف. تمام؟ With its axis at right angle to the cylinder في ستيب 1. ايوه على الرقم اللي انت عملته برضه كاخر نظاره انت عاملها. هتعمله عمودي عليه. خلاص؟ يعني ايه الكلام ده؟ بص اهو احنا خلصنا خلاص كتبنا السفير. اهي هنا البيس كيرف اللي هو مديهولي هو هو. مش هو كان قايل مع الست تمام؟ خليها مع الست. احنا كنا مطلعين السلندر بتاعنا كام؟ مثلا ناقص 3 اكسس كذا 90 او ناقص حدود دي اكس 180. هتبقى ناقص 6 اكسس 180. خلاص؟ عكس الاكس الموجود عندي بالظبط عمودي عليه. مش عكسه عمودي عليه. عمودي عليه. خلاص؟ طيب جيب معمولي عليه ازاي؟ هي اذا اكثر من 90 ده الرقم مكتوب عندك اذا اقل من 90 هتجمعي عليه 90 اذا اقل من 90 قللي من 90 خلاص؟ تمام. طيب ستيب 4 بقى اد ذا بيس كيرف سلندر ان ستيب 1 خلي بالك اد ذا بيس اد تو ذا بيس كيرف ذا سلندر ان ستيب 1 وذ اتس اكسس ات رايت انجل تو ذات اوف ذا بيس كيرف عمودي على البيس كيرف بقى اللي هو كان مكتوب في البريسكريبشن يعني تمام؟ يعني ايه؟ هنا بقى هنجمع على البيس كيرف هنجمع السلندر على البيس كيرف بتاعته تمام؟ اهو البيس كيرف هيبقى البيس كيرف بقى زائد السلندر with its axis to right angle of the بيس كيرف من فضلكم اللي معهوش كاميرا السبب دي ينقلها هي دي ده القانون اللي هتمشي عليه حضرتك اللي عايز يصورها اهلا وسهلا اللي عايز ينقلها اهلا وسهلا بس لازم تبقى عندك دي لازم دي تبقى عندك زائد السلف هي على 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 لا لا اللي هي دي الخط ده لا الخط ده بس فاصله بين دي ودي انما دي ما فيهاش الجبرك حاجه مش حاجه الجبرك دي فاصله بس شرطه يعني بس ايوه لا مش ديفايد دي مش ديفايد دي مش ماينس ولا بتاع احنا بس عاملينها كده ب 100 عشان ما تبقاش ديفايدد ولا ماينس ولا حاجه
ان احنا عندنا الدبل بيسكر بتاعنا، عندنا اتنين بيسكر بتاعنا. خلاص؟ عندي لسه بيكتب او بين اللي انت عايزينه، بس دي لازم تبقى عندك. هقول لك اهو دي ملخص الترك ترانسبوزيشن. ناحيه احنا بنحط البيس كيرف مع السلندر مع الاكس اللي هو اديني. ايوه بالظبط، اللي هو عمودي على ده. يعني لو كتبتي ده 180 لازم ده 90. مش انت كتبتي ده 180 خلاص؟ اللي هو الاكس الاساسي اللي في البتاع. خلاص. بالظبط. بيصوروا الكلام ده؟ ايوه بس هو ده قبل ما اعمل اسم. انا لما ابصوا لو عارفين لو تحس كلها في الكلمتين دول مش مهم. حلوين. اتفضل اهو انا جاي انا بقول لكم ما عنديش مش مشكله خالص. لان دي كانت من اسوء الحاجات اللي انا عانيت فيها وانا طالب زيكم كده. فكره الكلام ده ايه؟ ان انا زي ما بقول لك بحول البريسكريبشن بتاعت النضاره الى تخيلي للعدسات، العدسه الصفحه الامامي كام وصمع الكلب كام؟ لا انا اتخيلها ليه؟ ما احنا الموضوع الاوبتكس كله لازم يروح للاوبتيشن ان هو يتخيل. معرفش ماده الاوبتكس كلها بعد ما اعمل له كده هو برضه بقول لك ماده الاوبتكس كلها المفروض تروح للاوبتيشن. احنا بس اللي في مصر والدول العربيه بنمارس الاوبتكس ده. مرض دكاتره العيون ما بتاخدش اوبتكس. لا عشان برضو تعرفي تردي على الاوبتومترست بس. انما اللي بياخد كورس اعرف من ده كتير قوي. انا دخلت على الكورسات بتاعتهم بتوع الكليات الاوبتومترست دي. ده فيزيكس فيزيكس بقى. فيزيكس وباورات وكيرفات وبتاع. لا ده شغل تاني خالص يعني. بياخدوا اعلى من الكلام ده بكتير. يعني براكتيكال ايه؟ براكتيكال وايز بنعمل حاجات كده؟ دي من حاجات تتفزك في الاكزام واسع. يلا بينا خلاص؟ اوكي. تعالوا نشوف بقى اكزامبل بقى صح صح في الاكزامبل. انتوا بقى ابتدوا ايه يعيشوا الحياه مع نفسكم. برضه بفكرك تاني بالقانون اهو. تمام؟ اللي عايز يراجع عارف القانون قبل ما تخش على الاكزامبل، خش على الاكزامبل. اهو. هشوف جايب لك المساله من اولها خالص. ده انهي نوع ده؟ هايبربتروبيك استجماتيزم اهو. طب اكتب لنا نضاره من فضلك. بلس 2 بلس 1 اكسس 180 اكسس 180. احنا عايزين نطلع اكسس 90 ونحط العدسه في اكسس 180. يس تمام. تروح عامل بقى ايه؟ سيمبل ترانسبوزيشن. اتفضل. بلس 3 ماينس 1 اكسس 90 ماينس 1 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 ماينس زائد السكير في التغير بتاعي النضارة. بلس 3 بلس بلس 6 يبقى كام؟ يبقى بلس 9 يطلع بلس 9 صح؟ طيب هنا الديسك كيرف اللي هو ناقص 6 في الاكسس العمودي على الاكسس اللي انت كنت عامله في ستيب 1 اللي هو اكسس 180 خلاص؟ وبعدين هنعمل ايه بقى؟ هنجمع بقى دي اللي هي البيس كيرف زائد السلندر في الاكس العمودي على ده. يعني اجمع ناقص 6 مع زائد ناقص 1 اكسس 90 اكسس الاولاني اكسس بتاعه. طب بس لاحظ بقى بص ده لازم يبقى ده عمودي على ده. تمام؟ انت فاهمة؟ خليك بقى متخيل دي ان لازم يكون ده عمودي على ده. هنا بقى بص بنقول ايه؟ ناقص 6 زائد ناقص 1 تبقى ناقص كام؟ ناقص 7 ناقص 7 في اكسس كام؟ 90. يبقى دي فكره الترانسبوزيشن بتاعها اهو. اهو انا فتحت امر اللي انت عايزينه. انت عارفين بقى من الفارس يقول لك ايه؟ اعملها لي على بيس كام؟ ناقص 4 وربع.
ناقص 5 مش عارف 37%. الكلام ده مسخره كده. ما الكوينتاتي نازله ازاي ليه؟ ولا حاجه خالص. زي ما احنا بنحكي كده ايه؟ من فضلك احفظ دي. زي ما بقول لك هي دي. تمام؟ انت عارف انا هروح ايه؟ شايل الكتابه؟ هتطلع المسألة ايه؟ ايه؟ يبقى شوف انا غيرت الشكل من شكل نظاره كانت زائد 3 مع زائد 1 اكسس مش عارف ايه بتتكتب كده. ادي النتيجة، لازم النتيجة تطلع كده. مش خدت بالك؟ اهي زائد 9. طب انا اقول لك حاجة، ما تيجي طب نحولها لازاز نضارة. ايه رأيك؟ ها؟ هنحاول فيها لازاز نضارة. ها؟ يلا اعملها لنا نضارة. اهي؟ طب شوفيها تاني الارقام تاني اهي. زائد 9 ده دكتور الشير مع ناقص 6 في اكس 180 وناقص 7 في اكس 90. هنعمل صفر محتاج ده كام؟ زائد 9 شكرا. واحد 7 اهو. يبقى يبقى 7 وناقص 6. دي اللي هي بقول لك دي زهايمر؟ ايوه. لا. ده 180. 6 في 180 و7 في 90. 97. صح؟ طب بصوا بقى. تعالى. اجمع دي مع دي يطلع زائد كام؟ 100. كده يطلع زائد 2 وكده يطلع زائد كام؟ كده 9 و6 ناقص 6 زائد 9 يبقى كام؟ 3. يبقى 3 وميريديان قوته زائد 3 وميريديان قوته زائد 2. مش هي دي اصل المساله؟ دي اصل المساله كده صح؟ شفت بقى؟ مسائل ها؟ ماشي ضربات بقى وضربات مقلب سريعه وبتاع. كل ده اللي بقى عملناه. ما انا بقول لك اهو عشان حضرتك تتخيل من البيشن الى ازازه النضاره. بس ان لا ان انا ملابس العيان ده النضاره دي هيبقى سيرفس عنده قوته كذا، السيرفس الثاني قوته ايه؟ كذا وكذا. خدت بالك؟ لو عملنا استخدام لازم يزوجك يعملوا النضارات دي. اه بيعملوا طبعا لازم يعملوا النضارات. وماينس 7 يا معلم. تمام. لا ماينس 7 دي كانت 90. كانت اكسس 90. دلوقتي 90. ها؟ يلا يلا اهو ماليش دعوه اهو خد سلام ماليش دعوه انا مش هتكلم ايه اللي انا قلت اه كنا نهم انا ماليش دعوه ماليش دعوه مسألة ايه يلا حل حل يلا ماليش دعوه محدش سألني في حاجة هي المسألة دي كده على فكرة السؤال دي كده بالظبط انا قايله كده من الموك اكزام بتاع الانفرسيس زائد 3 ها
ناقص واحد اكس 180. هو ايه ده؟ هو عملها ترانس بوزيشن لوحده. طب خلي بالك، بص هو عمل ايه؟ الميريديان ده جه من هنا بزائد 3، بس ده دخل جوه شويه عشان يرجع، يبقى عايز ناقص واحد. فهمت ازاي؟ طيب هو قال لي اعملها ايه ده؟ قال لي خد النضاره دي اعملها لي على بيس كيرف زائد 6، لازم دي تبقى زي دي. نمرة واحد، ستيب 1، او ما نعمل لها سيمبل ترانسبوزيشن تاني، اعمل لها زائد 2 مع زائد 1 في اكس سكوير 90. خلاص؟ حط بقى في المسألة السفير فوق، السفير فوق اهو، هيبقى زائد 2 اللي هو طلع في المسألة الأخيرة بقى، احنا هنشتغل على دي بقى. خلاص احفظ دي بقى، زائد 2 مع زائد 1 في اكس 90، دي اللي هنشتغل عليها. خلاص؟ على بيس كيرف زائد 6، زائد 2 ناقص ناقص، بص زائد 2 ناقص زائد 6 ماينس 4، هتبقى ماينس 4 بالظبط، هتبقى ماينس 4، هتبقى السفير ماينس 4. وهنا البيس كيرف في الاكس العمودي على ده، وبعدين هنا اتبع بقى زائد 1 بالظبط كده، هتبقى زائد 7 في اكس 90. اللي ما طلعهاش كده يقول لي ده مشكلة في الجبر بقى، دي مشكلة جبرية صح؟ المسألة دي خلاص انت احنا بنشتغل هنا. ماشي، ما بنشتغل على ده، بنشتغل على ده خلاص. اهي اهي ده، بص بقى تعالى اعملها بقى نضاره. لا مش اهي، السفير هيبقى فين؟ هنا قدام، هيبقى هنا اهو. خلاص الباور البلس هتبقى فين؟ هي اللي تحت. عملها فرونت تورك. طب يعني ليه بالظبط خلينا دي؟ غلاس، هو غلاس، غلاس عليه. ما حدش معناها اهل غلاس. ها؟ دي حد ما طلعهاش كده؟ طلع فيها كده؟ شوف طلع فيها كده؟ هنصحح الورق، هنلم الورق بقى، خلي بالك. خلاها كده 3%. ها؟ طب اهو 50 قرش. مسألة 50 قرش، يلا. بعد يعملها بنفسه، مش يعملها هطلعه يقف هنا. مش يعملها ليه؟ هشوف ورقة دي دلوقتي بعد ما خلاص يوريه ورقة بتاعتك. بص مش هطلع من هنا الا تعمله خلاص بزوج، وانت ماشي كده بتاعك ده اول اول جري. Gracias.
تمام؟ ده في اكسس 90 مثلا نقولها كده اكسس 90. طيب بص بقى هو عايز ايه بقى؟ تورك ترانسبوزيشن عشان نخلي دي بالماينس. بس خلي بالك دي هتبقى كام؟ ماينس نص مع ماينس واحد ونص في اكسس 180. خلاص؟ تمام تمام. يلا السير ماينس صفر السير هيبقى كام؟ تطلع مين في دول؟ اللعبة 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 اجيبها ليه عشان تتفرجوا عليها.